هي ترنيمة أطفالي أو ترنيمة بتاعت مدارس الأحد، لكن بالحقيقة هي كنيستنا، هي للصغيرين وللكبار. عشان كده خاصة إن الموضوع النهاردة هو عبارة عن ما يختص بأعظم سر بنمارسه في الكنيسة، وهو سر الإفخارستية أو القداس الإلهي، اللي هو أقدس خدمة في كنيستنا. ومجرد أن احنا هناخد الجزء الأول فيها، وهو رفع بخور باكر، وحنتكلم عن هذا الأمر. عشان كده بيحلو لينا أن احنا ناخد الترنيمة اللي أكيد احنا حافظينها، ومجرد أن احنا نرددها مع بعض. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة، بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة. لا يستطيع إنسان أنه يستغني عن الكنيسة. كل إنسان مننا اتولد من الكنيسة، عشان كده ما فيش خلاص من غير داخل الكنيسة. يريد نحن يكون عندنا هذا الاشتياق باستمرار، وده اللي بنستلمه أو استلمناه وبنسلمه لأولادنا باستمرار. احنا بنصلي ان كل إنسان يكون عنده هذا الاشتياق فعلا للوجود في حضرة الله وفي بيت الله. لا يستطيع، زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، لا يقدر إنسان أن يكون المسيح له أب إن لم تكن له الكنيسة أم. عشان كده واحدة من الأشياء الحلوة اللي وضعتها لين الكنيسة في أوضة المعمودية، دايما بتكون على الجانب الشمال الغربي أول ما الإنسان داخل إلى الكنيسة، وده تقريبا في كل الكنائس بهذه الصورة، حتى تذكر كل إنسان هو داخل انتبه، هنا كانت يوم ميلادك، هنا كان يوم ميلادك اللي من فوق اللي من السماء، أنت إنسان سماوي اللي بيسموه إحنا خنفئوي، يعني إحنا ناس سمائيين وليس ناس أرضيين. عشان كده وضعت لنا الكنيسة بتذكرنا أنه في يوم من الأيام كان ميلادي من هذا المكان، وبالتالي تقدمت وأصبحت ونميت وكبرت في كنيستي. يا ترى عايش بكل هذه البركات، أم يا ترى مجرد حضوري حضور صوري فقط؟ الآية اللي بيقول عنا الكتاب المقدس مبنيين كحجارة حية في بطرس الثانية. عشان كده بقول الله يعطي كل أسرة، كل بيت، كنيسة هي عبارة عن الأعضاء اللي هي الأسر اللي هي الصغيرة، الكنيسة التي في بيت كل إنسان. ولم يكن كل إنسان أو كل بيت متمتع بهذه بهذا الهدف أو بهذه الروح، سلم على الكنيسة التي في بيتك، يعني بيوتنا كنائس صغيرة. هنجي الكنيسة هنحس الكنيسة مكان عادي، كأنه مبنى من غير أي روح، مبنى من غير أي حياة. لكن الله يعطي كل نفس فعلا احتياجه وشبعه واشتياقه إلى بيت الله، زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمام الفرحانة. مش ممكن يلاقي العصفور راحته، ولا كل إنسان مننا يلاقي راحته من غير الكنيسة. هنقول مع بعض بيتين أو ثلاثة اللي هم بيتكلموا عن الكنيسة في حياتنا. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمام الفرحانة، بيتك
لك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة، زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة. بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة، بيتك صلاة وتهليل وشموع، بيتك محبة ونور وسلام، زي ما حبيت بيتك يا يسوع حبيتك انت مدى الايام. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة. بيتك يا حبيته، بيتك حبيته بأمانة، بيتك مليان من البركات، أمنته من كل الشياطين، يماتي فيه القداسات، تقام علشان القديسين. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة. بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة، بيتك بنقرا فيه أناجيل ونحفظ فيه أجمل ألحان، ونسمع فيه أقدس ترتيل، ونسبحك طول الأزمان. زي العصفور، زي اليمامة الفرحانة. بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة. طوباهم اللي في ديارك، اللي بلعب في سالكين، ثبتني في طريق أنوارك إلى انقضاء الدهر أمين. زي العصفور ما وجد بيته، زي اليمامة الفرحانة. بيتك يا رب أنا حبيته، بيتك حبيته بأمانة.